هذا سعيد خضر من البصه. تفضل. بيتنا كان احنا وسيدي خضر الاحمد مختار البلد، بيت كبير يعني بدك تقول البيت كبير، قاطعينه 4-5 قطعات للبيت يعني اوض بنفس البيت. ومنه للغريب عنده حكوره زارع فيها حامض وبردقان وقلمانتين ورمان، ومنه ولتحت السيره للمعزه والغنم والبقر، وحده للشتاء مسقوفه، وحده كشف بالصيف للمعزه والهذا للمختار. بوابتها تبقى من غربه، بوابه خضر الاحمد جده الباب اللي بتفوت منه الناس لعنده على المضافه على جنب الطريق دغري الباب، والباب اللي بتفوت منفوت منه كلياتنا منه لقدام نتفه بوابه بنفتحها ومنفوت على البيت من الناحيه الثانيه. كان لسيدي وقعد هناك قاعدين بالبصه. كانت بالاول الناس تروح تملي عن العين، اجت المي حطوا قالوا للمخاطير وهداك ضبوا مصاري، والبصه من فوق من شرق البلد عالي المنطقه حطوا فيها للمي مواتير وسحبوا المي على البيوت، صارت الناس ميتها على البيوت، وعنده حمامات فيها واظنات يحطوا لهذا واللي بتعرف حالته هداك. لاني انا بذكر سيدي لما بده يسقي الزريعه قدام البيت يفتح الحنفيه وعامل رشاش تسقي الزريعات، اخر شيء الناس يعني ما عاد حدا يملي. ظلت عين من غربي البلد على اخر البلد من غربه، هاي اللي ما فيش عنده فيش يعني يملي منها، والطرش عاملين حوز كبير من هاي الناحيه ومن هاي الناحيه المعزة والغنم تشرب منها. كانوا يخربوا كتير اليهود الإنجليز يجوا يخربوا، وتقول لي مرت عمي أنا يا بنيتي كنت هيك، وقالوا بدين يجوا بقتش في سيارات بالأول على الخيل وعلى الحمير وعلى الجمال، وإجت قالت لي إجت هالسيارات يا بنيتي صارت تمشي وإحنا بعدنا ما منشوفها، شو صارت المسيحية صار يقولن. قالت لي يا بنيتي وقفت صار يقولن، شو اجا اللي جاي معهن؟ قال لا انت بيعمل هذا اللي استا احنا اجينا بدك تبكي من عينيك هون دم، احنا اجينا هون على بلادكو وانت عمال ينعف هالورد وتقولنا، هذا من هون انت بدنا نبكيك دم. قالت لي والله يا بنيتي انا واقفه وقدم على المسيحية وهي تقاوى صار يقول لن، قال لأ انتو من هون من عينيكو بدكو تبكوا دم لما نفاتوا على قالت لي كنت أولاد احنا اجوا صاروا. قالت لي البردقان هيك حبت البردقان اللي يفاوه بالهذا والله ما يلاقوا يبيعوه، يخمش تحت نزلوه على الحسبة ونص يخرب، ممنوع يصفروا لبرا عشان يضل الرصيد، ما في التين يحوشوا نزلوه بالصناديق يخرب بالصناديق، ما في ممنوع تصدر لبرا خيرك بده يضل عندك ممنوع يطلع لبرا، هيك بدل الانجليز لانه تنهار مديت الشعب يخرب الرزق عندن، والعروس بدهم ياخذوها من بيت لبيت ينقلوها يجيبوا الحصان الفرس ويزينوها ويربطوا لها المناديل برقبتها الحلوة ويركبوها، وبس ما تطلع مثل هيك بدها تطلع مغطاي ولابسة عباي. أنا بذكر إما لإلهام هاي قبل ما طلعنا بشوي بطلعوها لابسة العباي وحاطين المنديل هيك على إيدها ورافعة هيك إيدها وحاطة المنديل عليه، أو يطلعوا ليش حاطة المنديل بإيدها عليه؟ إنه يعني بنت طلعت ورافعة إيدها. هاي العادات والتقاليد يعني. أيوة هاي العادات والتقاليد هيك. ورافعة إيدها هيك إنه يعني. ومعها أبوها ولا أخوها يضل حد الفرس يا ذاك ليوصلوها على بيت العريس.
قالوا اليهود ما بدها تستحل، بدها تمرق مرقة الطريق. قاموا كل واحد عنده شوية شيء تقيل وين يحطوه؟ عند المختار. يعني أواعين، أواعينا وأواعي دار خالي عشان الواحد أطلعناهن على النقورة. حتى ما قالت أمي شو ما هو أبو يومين وبنرجع وين بدنا ناخذ الأواعي؟ وطلعنا ما طلعنا شيء. قالوا لك ترجعي على فلسطين بترجعي؟ برجع من الصبح. يعني إذا قالوا لك خذي شوية فلوس كذا ما بتقدري؟ لا 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 لا، ضلني لاجئة بحمل اسم بلدي وبرجع على بلدي، ولا بحمل اسم لاجئة. بصينا حاجة نحن نقبل ولا ما نقبل؟ لا والله ما نقبل، لا والله ما بنقبل إن شاء الله.